بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. فيديو النهاردة حصري ولا اول مرة يعرض على اليوتيوب. اتحدى اي شخص سواء على جوجل او على اليوتيوب يجيب لي معلومات عن المشروع ده. الحمد لله وبفضل الله قناة رضا حاتم اول قناة عربية تعرض المشروع بجميع المعلومات. جميع المصانع اللي بتصنع المنتج اللي انا هتكلم عنه النهاردة محتكرة فكرة التصنيع. بالفعل تواصلت مع مصانع وكل المصانع بتقول كلمة واحدة: غير متوفر يا فندم، ما عندناش معلومات عن المشروع ده يا فندم. مع العلم ان جميع المصانع اللي تواصلت معها بتصنع المنتج، بس ما فيش حد بيقول معلومات عن المشروع ده. الحمد لله والفضل لله، بعد البحث المتواصل لمدة 3 ايام جبت لك جميع المعلومات الخاصة بالمشروع. قبل ما نقول فكرة مشروع النهاردة عايز منك طلبين. اول حاجة تعمل لايك للفيديو تقديرا على المجهود اللي احنا بنبذله، قسما بالله بنعمل مجهود كبير. تاني حاجة تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. مشروع النهارده هو ايه؟ هو مشروع تصنيع اطباق الفوم او مشروع تصنيع اطباق الفلين، وكلنا عارفين ان المنتج ده مطلوب بشكل كبير جدا بشكل كبير جدا في المطاعم والفنادق والمستشفيات ومحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحلات الحلويات ومحلات المخبوزات. وكمان المنتج ده مطلوب بشكل كبير جدا في شهر رمضان اللي جاي ان شاء الله. فكره المشروع ببساطه ان انت بتجيب المواد الخام اللي بتصنع منها اطباق الفوم اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، بعد كده بتجيب خط الانتاج اللي انا هشرحه لك بالتفصيل دلوقتي، بعد كده بتصنع اطباق الفوم وبتبدا توزعها. فكره المشروع بسيطه جدا. المشروع له 3 طرق: طريقه يدويه وطريقه نصف اوتوماتيك وطريقه اوتوماتيك. عشان تفهم الطريقه اليدويه لازم الاول اقول لك على الطريقه الاوتوماتيك. هنتكلم الاول على خط انتاج اوتوماتيك لاطباق الفوم. اول حاجه الخط الانتاج الكامل ده بيتكون من ايه؟ بيتكون اول حاجه المكسر او الخلاط. الخلاط ده يا جماعه اللي انت بتجيب بتحط فيه المواد الخام الخاصه باطباق الفوم والمواد الخام اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. بعد ما بتحط المواد الخام دي كلها وتبدا تخلطهم مع بعض بيعدوا على المرحله الثانيه اللي هي مرحله السخانات. المواد الخام ديت بعد ما بتتخلط مع بعضها بتدخل في السخانات عشان يعمل لها عمليه انصهار. بعد كده بتخش على المرحله الثالثه وهي مرحله ضخ الغاز. ضخ الغاز ده فايدته ايه؟ عشان يحصل الفراغات اللي بتكون موجوده في الطبق، عشان الطبق يبقى لين معاك وانت ماسكه، تمام؟ ده بالنسبه للطبق. بعد كده آلة البصق دي عبارة عن ايه؟ بعد ما المواد الخام دي بتدخل في المكبس وبتبدأ تنصهر بتدخل على آلة البصق بتطلع لك المادة الخام دي على صورة شرايح، بمعنى اصح شرايح زي اللي انتم شايفينها في الفيديو. بعد كده ماكينة لف رول الخاص بالفوم. الماكينة دي بتلف رول. طب بعد كده بعمل ايه؟ باخد انا الرول ده وبحطه على الماكينة الخامسة اللي هي ماكينة كبس الحراري، ماكينه الكبس الحراري والتشكيل. طب دي بيتم فيها ايه؟ بيتم فيها ان حضرتك الرول اللي انت بتحطه على الماكينه ديت بيتم سحبه على ماكينه كبس الحراري. الماكينه دي بتبدا تعمل عمليه تسخين للرول. بعد كده في مكبس بينزل، المكبس ده بيبقى موجود فيه الاسطمبه بتاعه الطبق. المكبس بينزل يكبس لك شكل الطبق، تمام؟ بعد كده المرحله السادسه اللي هي مرحله تقطيع الاطباق. بعد ما الاطباق بتتكبس لك على الشكل اللي انت حاطه حسب الاسطمبه اللي انت مركبها، بعد كده بتتقطع الاطباق. بعد كده المرحله السابعه مرحله استلام ورص المنتج. بعد ما الاطباق بتتقطع في جهاز بيرص لك المنتج بحيث اللي هو بيبقى مجموعات على بعضها، بتشيل المجموعه على بعضها زي ما انتم شايفين في الفيديو. المرحله الاخيره وهي ماكينه اعاده تدوير الكسر او الهالك. بيبقى مع الخط ماكينه لاعاده تدوير الكسر. يعني ايه؟ بمعنى اصح دلوقتي بيبقى في هالك طالع من الماكينه، الهالك ده بوديه فين؟ بوديه لماكينه اعاده تدوير. الماكينه دي اسمها تكسير البلاستيك. الماكينه بتبدا تكسر ليا البلاستيك وبعد كده بتخرزه، بعد كده بتاخد انت كسر البلاستيك ده بتحطه في الخلاط عشان يتم له اعاده تدوير. ده بالنسبه لخط تصنيع اطباق الفوم الاوتوماتيك. مكون من، هقول لك تاني بسرعه، اول حاجه المكسر او الخلاط اللي انت بتحط فيه الماده الخام، تاني حاجه السخانات عشان تسخن لك الماده الخام، بعد كده آلة البصق، الآلة اللي بتطلع لك ليك رول نفسه بتاع الفوم، بعد كده ماكينه لف الفوم، لف رول، الماكينه بتلف عليها رول، بعد كده ماكينه الكبس الحراري وتشكيل الاطباق، بتسخن لك الطبقه، بعد كده بتتكبس، بعد كده
بتخش على مرحلة تقطيع الأطباق، بعد كده ماكينة استلام المنتج ورص المنتج، بعد كده الماكينة الزيادة اللي هي ماكينة إعادة تدوير وكسر الهالك، إعادة تدوير الهالك، تمام؟ دي بالنسبة لخط الإنتاج الأوتوماتيك. نيجي على خط الإنتاج النصف أوتوماتيك، أنا هشرح لك جميع الخطوط. أول حاجة خط الإنتاج النصف الأوتوماتيك بيبقى مكون من إيه؟ مكون من حامل رول. أفهمك الأول، خط النصف أوتوماتيك ما بيكونش فيه حتة تصنيع رول نفسه اللي هو بتاع الفوم. خط النصف أوتوماتيك كل اللي انت بتعمله لو هتشتغل نصف اوتوماتيك بتشتري الفوم نفسه، بيبقى عبارة عن رولات، الرولات دي بتركبها على الحامل، يبقى اول ماكينة في النصف اوتوماتيك اللي هو حامل رول الفوم. تاني ماكينة اللي هي ماكينة الكبس الحراري، نفس الخطوات بس متشال منها حتة تصنيع الخام. تالت ماكينة ماكينة قص الاطباق. رابع ماكينة ماكينة رص واستلام المنتج. بعد كده ماكينة اعادة تدوير الهالك. طب انا هستفاد ايه من الماكينة دي وهي موجودة في النصف الخط؟ انا لو اشتغل بخط كامل بستفاد من الماكينة اللي انا بعمل اعادة تدوير للكسر وبعد كده احطه في الخلاط او الميكسر. طيب النصف خط هستفاد منها بايه؟ حضرتك لما بيطلع عندك هالك، الهالك ده بيبقى بمعنى اصح بشكل او مصنع بشكل الفوم، فعشان تبدأ تعبي الهالك ده كله هيبقى معاك حجم ضخم كبير، فانت بتحطه في ماكينة اعادة تدوير الهالك بيبقى معاك بحيث اللي هو يخفض الكمية، انت فاهم قصدي؟ بحيث ان الكمية ما تبقاش عندك كبيرة، بحيث اللي هو يخفض لك الكمية بتاعت الهالك نفسه، تمام؟ وبرضو وزيادة برضو ان الهالك اللي انت هتبدأ تصنعه لما توديه للمصانع وهو متكسر بمعنى اصح بيبقى لك ربح اعلى، تمام؟ دي بالنسبة لماكينة اعادة تدوير الهالك. وممكن حضرتك ما تشتغلش بماكينة اعادة تدوير الهالك في النصف خط وتوفر عليك فلوس او تكاليف الماكينة. بعد كده اللي هي الطريقة الثالثة، الطريقة اليدوية. والطريقة اليدوية بصراحة كده يا جماعة انا مش بنصح بيها، بس انا برضو هشرحها لك، تمام؟ الطريقة اليدوية بتبقى عبارة عن ايه؟ اسهل طريقة عشان تفهم الطريقة اليدوية اللي هو الفيديو اللي قدامكم. الطريقة اليدوية بتبقى عبارة عن حامل، الحامل ده بيبقى حامل رولات، تمام؟ بعد كده ماكينة الكبس الحراري والتشكيل، والماكينة دي بتبقى يدوية ما بتبقاش اوتوماتيك. بعد كده ماكينة قص الاطباق يدويا زي اللي انتم شايفينها قدامكم في الفيديو. والطريقة دي عشان العامل يطلع لك 1000 طبق هياخد وقت كبير جدا، فعشان كده انا مش بنصح بالطريقة اليدوية. لا تشتغل نصف خط لا تشتغل خط كامل. هقول لك دلوقتي على اسعار خطوط الانتاج ومواصفات خطوط الانتاج سواء الاوتوماتيك او النصف اوتوماتيك. بعد كده المواد الخام المطلوبه، وهم 4 مواد خام مطلوبين عشان تبدا تشتغل في مشروع تصنيع اطباق الفوم. اول ماده خام اسمها خام البوليسلين، خام البوليسلين او بيرمز لها بي جي بي بي اس، تمام؟ دي اول ماده خام. تاني ماده خام اللي هي الغاز، ويفضل تستخدم الغاز الطبيعي. والغاز ده بيبقى في فايدته ايه؟ اللي هو بيعمل المسامات او الفراغات اللي بتبقى موجودة في الفل. والغاز ده يا جماعة في منه نوعين، الغاز الطبيعي وده اللي انا بنصح بيه، تمام؟ وتاني حاجة الغاز اللي هو العادي اللي هو الغاز بتاع الاسطوانات. الغاز الطبيعي بيبقى بدون رائحة وبدون شوائب، الغاز الاسطوانات بيبقى فيه شوائب وبيبقى فيه رائحة. لو هتشتغل بالغاز الاسطوانات لازم بتجيب لك فلاتر للغاز عشان تنقي غاز الاسطوانات، تمام؟ بس كل اللي شغالين في المشروع ده بينصحوا باستخدام الغاز الطبيعي. ثالث مادة خام اللي هي كربونات الكالسيوم او بودرة التلج. وكربونات الكالسيوم او بودرة التلج دي بيبقى لازمتها ايه؟ لازمتها اللي هي بتدي الطبق اللون الابيض اللي انت بتشوفه. طبعا المواد الخام بتبقى شفافة اللي هي خام البوليسلين ده بيبقى شفاف، فبنحط عليه كربونات الكالسيوم عشان يدي اللون الابيض. رابع مادة خام اللي هي زيت البرافين، زيت البرافين، وبتستخدم حوالي من 3-5 كيلو للطن الواحد. بعد كده طريقة التصنيع، وتوفيرا للوقت بتاع حضرتك ووقتي انا سايب لك فيديو بيشرح لك فيه طريقة تصنيع اطباق الفوم من الالف للياء لو حضرتك نويت ان انت تشتغل في المشروع ده ان شاء الله. طريقة التصنيع من نسب الخلط والمقادير، وكمان تقدر تصنع ازاي اطباق الفوم، سايب لك فيديو شرح فيه لك كل حاجة. الفيديو ده هتلاقيه في لينك المدونة اسفل الفيديو بالوصف وهتلاقيه في اول تعليق. بعد كده ننتقل للكمبيوتر نعرف فيه مواصفات الخطوط الانتاج سواء الخط الانتاج الاوتوماتيك او خط الانتاج النصف اوتوماتيك
اوتوماتيك، هنعرف مواصفات خطوط الانتاج وبتتكون من ايه، وكمان اسعار خطوط الانتاج ايه. تمام، تابعوا معايا عشان تفهموا كل حاجة عن المشروع ده ان شاء الله. ودلوقتي هنعرف مع بعض مواصفات خط انتاج اطباق الفوم الاوتوماتيك والنصف اوتوماتيك وكمان اسعار الخطوط. اول حاجة هنبدأ بخط انتاج الفوم اطباق الفوم اوتوماتيك. الخط ده بيبقى مجموعه بالنسبة للمجموع نفسه التيار الكهربائي 380 فولت، طاقة التشغيل للخط الكامل 160 كيلو وات، مجموع المواتير اللي هي موجودة في الخط 220 حصان، القدرة الانتاجية للخط الكامل من 80 ل 100 كيلو في الساعة، سمك القالب من 1 ل 4 ملي، عرض المكبس من 640 الى 1080 ملي، معدل الفوم من 10 ل 22، خزان الخام اوتوماتيك كنترول 2.2 كيلو وات، ساعة خزان الخام المعاد تدويره 500 كيلو جرام، طريقة التبريد في الخط تبريد بالماء والهواء، طريقة القطع سنجل. ده بالنسبة لمجموع البيانات للخط الكامل. المرحلة التانية في الخط وهي مرحلة تصنيع الخام، وهي الطاقة بتاعتها 37 كيلو وات، القدرة الانتاجية من 80 ل 100 كيلو في الساعة، طريقة التبريد تبريد اوتوماتيك بالماء. نيجي على المرحلة التالتة وهي مرحلة الكبس والتشكيل والرص، وزي ما انا قلت لك ان الماكينة او المكبس الحراري بيركب عليه اسطمبة واحدة شكل واحد قابل للتغيير حسب الشكل اللي انت عاوزه. ومواصفات المكبس ده ايه؟ اول حاجة ابعاد مكبس التشغيل 64 في 90 سنتي، مساحة التشغيل الكلية 18 في 6 في 3 متر، ارتفاع القطع 160 ملي، طاقة التشغيل 120 كيلو وات. بعد كده المرحلة الرابعة وهي مرحلة اعادة الهالك او اعادة تدوير الهالك، زي ما انا قلت لك لو طلع هالك من الماكينة او من الخط كامل بتعمل له اعادة تدوير، بعد كده بتحطه في الخلاط تاني، والطاقة بتاعته 7.5 كيلو وات، المطور 10 حصان، الابعاد 4 في 3 في 2 متر، قدرة الطحن 100 كيلو في الساعة. في ملحوظة مهمة جدا الشركة قالت لنا عليها، ان الطاقة الانتاجية تختلف حسب حجم الطبق. فمثال مثلا لو طبق مقاساته 13 سنتي في 22 سنتي يمكن انتاج اقصى انتاج 10800 طبق في الساعة، اي ما يعادل 180 طبق في الدقيقة، وتقل الكمية في حالة زيادة حجم الطبق. يعني يا جماعة كل ما الطبق زاد في الحجم كل ما الكمية قلت، كل ما الطبق بقى قليل او حجمه صغير كل ما الكمية الانتاج يعني زاد. تمام، نيجي على معلومات مهمة وهي المساحة المطلوبة عشان ابدأ المشروع ده. المساحة الاجمالية المطلوبة من 700 ل 800 متر مربع، مساحة التشغيل بتبقى الطول 24 متر، العرض 6 متر، الارتفاع 3 متر مربع. بلد المنشأ الخاصة بخط الانتاج هي الصين. الشركة اللي هتبيع لك خط الانتاج بتقول لك السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب. خط الانتاج النصف الاوتوماتيك بتكون مواصفاته كالاتي: اول حاجة الكمبروسر 30 كيلو وات، تانك الهواء 100 لتر، شيلر صناعي بي 30، القدرة الانتاجية من 80 ل 100 كيلو في الساعة، هو هنا متلخبط وكاتب 150. خط الانتاج النصف اوتوماتيك قدرته الانتاجية من 80 ل 100 كيلو في الساعة، مساحة التشغيل 600 في 1000 ملي، اقصى سمك للمنتج 8 ملي. ده بالنسبة للمعلومات العامة للخط النصف اوتوماتيك. نيجي على المرحلة الاولى وهي خط التشكيل والكبس مع قص اوتوماتيك. بتكون مواصفاتها ايه؟ اللي هو الخط الاول التشكيل والكبس، مساحة التشغيل 640 في 1000 ملي. تمام، سرعة التشكيل من 3 ل 5 قطعة للقالب، اجمالي الطاقة 120 كيلو وات، الكهرباء 380 فولت، الوزن 8 طن، وزن الخط 8 طن، وزن ماكينة التشكيل والكبس 8 طن، الابعاد متر في 160 في 2 متر و60. نيجي على المرحلة التانية في النصف خط وهي اعادة التدوير. زي ما انا قلت لك ان النصف اوتوماتيك برضو فيها اعادة تدوير وممكن تستغنى عنها عادي حسب الطلب. تمام، قطر الطارد 280 في 130 ملي،
طاقة التثبيت 42 كيلو وات، القدرة الإنتاجية من 80 ل 150 كيلو في الساعة، الأبعاد 6×4 في متر ونص، الكهرباء المستخدمة حسب طلب العميل، يعني ماكينة إعادة تدوير الهالك ممكن تشتغل بكهرباء 220 فولت أو 380 فولت حسب طلبك. بالنسبة لمواصفات الأجزاء الرئيسية للخط النصف أوتوماتيك، أول حاجة مطور 75 من 1 كيلو وات، طول منطقة التسخين، المنطقة اللي هي بتسخن الرول نفسه بتاع الفوم طولها قد ايه؟ 5 متر. اقصى مساحة للتشكيل 600×1000 ملي. ضغط التشكيل، الضغط نفسه بتاع التشكيل بتاع القالب 15 طن. اقصى عمق للتشكيل 80 ملي. محرك مضخة الزيت، المحرك ده لضخ الزيت للماكينة، تانك الفاكيوم من 1 ل 50 قطعة، منطقة التسخين 26 قطعة. مواصفات السخان 60×240 ملي، الجهد الكهربي 380 فولت، طاقة التسخين 98 كيلو وات، مضخة الفاكيوم 5.5 كيلو وات، مدفوع بمحرك مؤزار، أنا مش فاهم الحتة دي بأمانة، 5.5 كيلو وات. الحد الأقصى لضغط القطع 60 طن. نوع القطع، القطع هيدروليك، تمام، هيدروليكي. محرك مضخة الزيت 7.5 كيلو وات. قوة المحرك 75/10 أو 75/1. دي بالنسبة لمواصفات النصف أوتوماتيك وبالنسبة لمواصفات الأوتوماتيك. طب بالنسبة للأسعار، عندك الخط الأوتوماتيك بيبقى سعره 3,400,000 جنيه مصري، 3,400,000 جنيه مصري. عشان كده مفيش حد بيشتغل في المشروع، عشان أول حاجة ما يعرفش معلومات عن المشروع، ولو عرف معلومات بيكون رأس المال كبير عليه، تمام. يبقى أول حاجة الخط الإنتاج ده سعره كام؟ 3,400,000 جنيه مصري، تمام. ده بالنسبة لخط الإنتاج الكامل. طب والخط، في خط اللي هو النصف أوتوماتيك بيبقى سعره 2,100,000، 2,100,000، ده بيبقى بقدرته الإنتاجية بتبقى من 80 ل 100 كيلو في الساعة، تمام. في خط إنتاج تاني نصف أوتوماتيك بتبقى القدرة الإنتاجية الخاصة به 50 كيلو في الساعة، بيبقى سعره كام؟ 1,900,000. يعني خطوط الإنتاج لو هتشتري خط إنتاج كامل بيبقى سعره 3,400,000، تمام. لو هتشتري نصف خط بيبقى فيه منه نوعين، النوع الاول اللي هو من 80 ل 100 كيلو في الساعة القدرة الانتاجية بيبقى سعره 2,100,000. تاني حاجة النصف خط الاوتوماتيك اللي هو انتاجية 50 كيلو في الساعة بيبقى سعره 1,900,000. ده بالنسبة لأسعار الخطوط. طبعا السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب، ضمان عام ضد عيوب الصناعة، إمكانية عمل عقد سنوي للصيانة أو نصف سنوي. بعد ما عرفنا أسعار خطوط الإنتاج وإزاي تشتغل في المشروع وعرفنا المادة الخام، دلوقتي أقدر أشتري خطوط الإنتاج دي منين؟ تقدر تشتريها من الأرقام اللي موجودة في لينك المدونة. طبعا الشركة أرقامها موجودة في لينك المدونة أسفل الفيديو، موجودة في لينك المدونة أسفل الفيديو بالوصف، وموجودة في أول تعليق. ادخل على لينك المدونة هتلاقي أرقام الشركة وعناوين الشركة، تقدر تتواصل مع الشركة وتطلب منهم خط الانتاج الكامل ده. اخر حاجة اقدر اسوق المشروع بتاعي فين؟ زي ما انا قلت لك، تقدر تسوق على المطاعم، الفنادق، المستشفيات، محلات السوبر ماركت، محلات الهايبر ماركت، عندك برضو الهايبر ماركت، محلات الحلويات ومحلات المخبوزات.